الدين من احنا ما نخسروا في هذه احنا اصحاب قضايا ديال الاحكام اللي كان عندنا نزاع مع شركه النقل السابقه اللي هي النقل المدينه اللي تم الافراغ ديالها قبل الاوان. حنا دابا ملي مشينا للقضاء وانصفنا القضاء وجدنا حكم نهائي جينا هنايا عند شركة جديدة اللي هي ألزق. شركة جديدة قال لك أعطونا ما يثبت على أن ماشي شركة كاملة مكمولة، غير مستغلة غير موظفة كتسير التدبير، ما عندهاش الحق تخلص ولا تفك القضايا. قلنا لهم هاد الناس فين غنحلو؟ قال لك مجلس المدينة. مجلس المدينة اللي جينا عند الرئيس ديالها الرئيسة ديالها اللي هي نبيلة الرميليك أعطيناها المشكل ديالنا لمدة دابا جاية شي عام ونص وهي كتناورنا، هي كتكذب علينا بهذا المفهوم، كتكذب علينا. شدات القضية ديالنا على أساس غتحل معنا مشكل جدري، ولكن المشكل ما تحلش. لقينا داكشي اللي كتقولوا لينا غير فارغ، ما عرفناش هاد الملف واش باغي تحلوا لينا ولا لا. حنا عندنا قضية مدة ديال أنا خدام مدة 15 عام، وهاد شركة الأرز علاش جاية؟ حنا دابا حنا بغينا القانون ديالنا. القانون اش كيقول؟ المادة 19 من مدونة الشغل، أي مشغل يحل محل مشغل سابق هو اللي كيحل مشاكل ديال الديون والنزاعات، وهنايا جزء من النزاع ديال المشغل السابق، علاش ما يتحلش لي مشكل؟ أنا باغي حقي، أنا باغي القانون تطبق، أنا ما كنطلبش الصداقة. هاد الناس بغي يحلوا معنا المشكل مرحبا، بغاوش يحلوا معنا المشكل، حنا دابا الوجود ديالنا عند الرئيسة اللي هي نبيلة الرميلي. عطاتنا وعود ولكن ما وفاتش بها. راه السياسي مين ما كيوفوش بالوعود ديالو خاصو يتخلى على داك المنصب. راه هذا المنصب اللي شاده راه منصب حساس، راه شاده عاصمه ديال المغرب اقتصاديا اللي هي الدار البيضاء. واش قضيه من القضايا ديال المواطن ما تحلهاش لينا؟ ما عندناش حق، ما عندناش حق. عطينا ما يثبت. حنا راسنا وزير الداخليه لينا، واسنا وزير العدل، وزيرنا مؤسسات جاوبونا، ولكن هاد المؤسسه ديال مجلس المدينه ومؤسسه التعاون بين الجماعه اللي كتراسها نبيله الرميري ما دارت معنا والو. علاش؟ الله اعلم. جاوبونا وزارات، ولكن هاد المجلس علاش ما بغيش يجاوبونا؟ هاد القضيه واش انا ما عنديش الحق؟ وانا ما عنديش الحق ندخل على المنتخب؟ واش منتخب دير لي صفه ضبطيه كيحميو؟ الله يعقل. حنا طبقوا الخطابات ديال جلالة الملك، فين هو الخطاب ديال جلالة الملك؟ ها؟ تخريب إدارات المواطنين، فين هي تخريب إدارة المواطنين؟ واش هادي؟ ها؟ معمرينا بالأمن، القوات المساعدة، ها؟ كيحكروا فينا، كيظلمونا على حقنا، عيب، وحشومة هادشي اللي كديروا معانا، حنا ما بغينا والو. هاد أرزق اللي جات، شنو هو الدور ديالها؟ اللي بغيت نوصل لكم واحد الميساج، أرزق اللي بغى يفهمها المواطن البيضاوي، أرزق جايبينها كمستعمر سابق. ماشي باش يدبروا تدبير ما عندها حتى شي علاقه. راه الناس اللي كيشربوا على شركه ألزق كلهم الناس ديال نقل المدينه، لا من المدراء اللي جراو علينا، لا من الاطر، لا من الممثل القانوني، لا من المرفق، لا من المقر، لا من الاسطول. نور شركه جديده. القضاء الذي انصفنا ومنحنا بعض المستحقات تبعا للمده الزمنيه الذي قضينا داخل هذه المؤسسه، لكن للاسف السلطه الوصيه على هذا القطاع تماطلت و يعني اصدرت بتعليق هذا الملف الى اجل غير مسمى، بحيث انا منذ 2017 الى حدود الان لم نستفد قط من المستحقات الذي خولنا لها الدستور او القضاء بصفه قطعيه، مما زاد من معاناتنا وساهم في تشريد ابنائنا وبعض الاسر يعني توصلت الى الطلاق، لانه بعدما كان هو المعيل للاسره اصبح عاله على الاسره بعدما فقد المصدر الوحيد للعيش ديالو. يعني كيف ما هو السبيل وما هو الحل لهذا الشخص الذي زادت معاناته؟ هناك اناس باقين محافظين على العمل ديالهم ولكن يعانون بصمت، لانهم هذا الكلام راه كيعرفوا لماذا. من هنا اوجه هذا النداء الى كل مسؤول مغربي اللي كيحمل واحد الضره ديال الواجب الوطني لخدمة الصالح العام وليس للخدمة الصالح الخاص، أن ينظر إلى هذا الملف المطلبي اللي هو حق مشروع قضائيا ودستوريا باش هذا الملف يدخل الحيز التنفيذ.